سعداء جدا نكمل معكم مشوارنا الصباحي. وواحده من الحاجات اللي بقينا نسمع بها مؤخرا وبقى في اهتمام كبير جدا من قبل الناس بكافه فئاتهم العمريه وكافه اهتماماتهم بنسمع عن الوعي وصناعه الوعي، لكن ممكن نكون ما مدركين تماما لمعنى الوعي الحقيقي وكيف ممكن تتم صناعه الوعي. خلونا مع بعض نتعرف على الموضوع ده من شخص مختص جدا بهذا الجانب، استاذ عمر قرافي استشاري انظمه الجوده والتطوير الاداري. سعيده جدا بوجودك صباحا. تحية لك يا أستاذ رواء، وأنا كمان أكثر سعادة يعني أن أعود الإطلالة في القناة التي نحبها فضائية السودانية 24، ونتمنى دائما كما نتمنى دوما أن نكون خفيفي الظل على المشاهد الكريم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. وبداية كلنا بنسمع بقينا في الفترة الأخيرة بالوعي، يعني بنلقى ممكن نلقى بوستات كثيرة، ممكن نلقى ناس كتار جدا بتتكلم على مفهوم الوعي، لكن ما مدركين تماما بشكل علمي وبشكل أكثر تفصيل على معنى الوعي. طيب استاذ رواء، خليني انا اول بدايه قبل ما اتكلم عن التعريف الحقيقي وادراك المساله دي اتكلم. نحن في علوم الغرب ده يعني صنفين من الناس. طيب. والصنفين ليسوا على صواب. الصنف الاول انه بيرفض اي حاجه من الغرب، وهو عباره عن زول سيتلر يعني عايش نمطي جدا. فكل حاجه تاتي من هؤلاء الناس بالنسبه له يجد لها تفسيرات ويجد لها امور ما تمام. وفي نوع ثاني يتقبل كل شيء بما فيه من عجر وبجر. الوسطيه دائما في التعامل مع الامور دي هي الحل. فعلوم الوعي الان هي علوم القرن 21، شاء الناس ام ابوا. الكلام ده مثبت علميا عند كثير جدا من في المؤتمرات العلميه، عند كثير من الاطباء. لما اتكلم عن الوعي خلينا نتكلم عنه اول تشريحيه. طيب. لو قلنا الفرق شنو بين الدماغ والعقل؟ الفرق واضح جدا، انه الدماغ ده عباره عن جزء عضو موجود في راس الانسان. طيب. فيه المخ وفيه المخيخ وفيه البريفرونتال كورتكس والاشياء دي وفيه الانزيمات والهرمونات المختلفه. كهو عضو كده ما عنده اي قيمه، ولكن عندما نوظف العضو ده في التفاعل مع العالم المحيط يبقى دي وظائفه، يبقى ده عقل، يبقى الانسان يبقى عاقل اذا كان وظائف الدماغ بتاعته شغاله تمام. لكن هل كل انسان عاقل واعي؟ لا طبعا. لا. زي ما في فرق بين الدماغ والعقل، فرق بين العقل والوعي. خلاص. فلو قلنا العقل هو وظائف الدماغ، عشان كده المجنون يسمى انسان غير عاقل. ليه؟ لانه وظائف الدماغ عنده متعطله، منفصل عن الواقع، فبنقول هذا انسان مجنون. ولكن كذلك نحن برضو ما اي عاقل بنقول عليه انسان واعي. اللي بقى عندما نستخدم العقل بطريقه صحيحه ونفهم واقعنا ونعرف نتعايش معه او ندير واقعنا بالطريقه الاميز، كده يسمى ده وعي. ولذلك الوعي فرق كبير جدا بينه وبين العقل. فزي ما بنقول في ناس مجانين وفي ناس عاقلين، كمان في ناس عاقلين وناس ما واعي. ايوه صح. نحن عايزين ان نصل الى مستويات من الوعي عشان نقدر نتفاعل مع واقعنا المحيط بفهم وبرؤيه. القران لما يقول ففهمناها سليمان، معناها الفهم ده حاجه غير العقل. فالانسان العقل شيء والانسان الواعي شيء ثاني. سي ان ان لما ارادت ان تثبت التجربه دي جابت زول مشرد هومليس لكنه زول عاقل اسمه تيدر اوديجو، ادته $100,000. قالت له يا اخي خلينا بس نصور حياتك لستة شهور قادمه نشوفك تعمل شنو بالستة $100,000. بعد ستة شهور بالضبط يا روى الراجل رجع مفلس ثاني. ليه؟ لانه كان محروم. فقعد يحوم الفنادق والمولات والكنتاكي والماكدونالدز والحياة الفخمة وأحسن الماركات العالمية، وفلس بعد ستة شهور. أوبرا وينفري المرأة الأكثر تأثيرا في العالم في مجال الإعلام عملت معه لقاء بعد ستة شهور. قالت له يا أخي أنت كنت إنسان هومليس وسي إن إن أدتك $100,000، كيف صرفتها كلها وما استثمرتها عشان تبقى إنسان بني آدم عندك قيمة؟ قال لي لم أكن واعيا. هذا هو الرد. إجابة كافية. كافية جدا، لأنه هو إنسان عاقل بس ما هو واعي. عشان كده واحدة من الشعارات اللي عجبتني جدا في ثورة ديسمبر انها كانت بتقول ثورة وعي. الوعي ده حاجة مهمة شديد. صح. بعض الناس يعتبروا انه الوعي ده من فضول الكلام. طيب نحن في الكوتشنج بنقول انه الوعي هو اساس العمل الوظيفي، لانه اساسا كل عمليات التطوير الاداري والعمل الوظيفي مربوطة بانسان ازيد وعيه عشان ازيد مسؤوليته عشان ازيد الاداء بتاعه. الانتاج. ايوه عشان ازيد الاداء. الوعي والمسؤولية والاداء حيقود للانتاجية اللي هي البرودكتيفيتي. يبقى ما في انتاجية من غير وعي. حسنا مشكلتنا مع الموظفين شنو؟ ما مشكلتنا معهم نقص المهارة، المهارة دي بالدورة التدريبية. صح. زي كان جينيت صح ولا لا؟ المشكلة كلها في الوعي، في الأويرنس، في الكونشسنس. هو الموظف لما يكون واعي، المواطن لما يكون واعي، الأب لما يكون واعي، الأم لما تكون واعية، الزوجة لما تكون واعية، من وين تجي المشكلات؟ ما هي المشكلات دي من نقص الوعي. من عدم الوعي. طيب أنت حسب ما أنت ذكرت إنه نحن مرات ما ناقصين لتفاصيل معينة، لكن يعني بنفتقد مفهوم الوعي في حد ذاته. طيب في مراتب يعني للوعي، يعني على حسب مثلا فئة عمرية، على حسب يعني انت بتتعمل فيها تعمل ولا لا؟ الوعي ده في النهاية حاجة شاملة انت بتقدر توظفه بعد ده على حسب المكان اللي انت موجود فيه وعلى حسب الحدث.
طبعا اكيد في مراتب للوعي، وفي علماء كثيرين يشتغلوا على الكلام ده. في ناس طبعا بيفتكروا الوعي ده من فضول الكلام، لا ده علم حقيقي وعنده تطبيقات وعنده علماء يشتغلوا عليه. طيب. علماء تربويين وسلوكيين وناس سايكولوجيست، ده شغلهم يعني. زي جريفز مثلا، كارل جريفز لما ده نموذج السبارة ديناميك او زي الحلزون الديناميكي، تكلم قال انه الوعي يرتقي مع عمر الانسان زي الحلزون، يعني يرتقي الى اعلى هكذا ويتسع كل مره قليلا قليلا زي الحلزون تماما. قال كما ان الوعي له قابليه الانعكاس، يعني ممكن ينحدر مره ثانيه. فتكلم عن المراتب دي وقال عندنا اول حاجه وعي اسمه الوعي الطفولي. طيب خلاص، وده يكون لاي طفل دون سن سنتين، ويبقى ده محاوله بس التاقلم مع البيئه المحيطه. فبيكون قاعد يعاين بعيونه بس. قال بعد ذاك يجي الوعي القبلي. للوعي القبلي ده بقى يحاول يكون القيم، ده عيب وده ما عيب وده صح وده ما صح وكده. قال بعد ذاك بعد 4 سنوات يجي له وعي اسمه الوعي التسلطي. في الوعي التسلطي الولد داري يمتلك. أيوة. بقى لعبتي وامي وما في زول، وكان امه شالت وعمه مشكله. أيوة. كبيره. صح. وبيتنا وضلنا واطلع من ضلنا. يبقى ولدك لو مر بالوعي ده معناه ولدك ماشي كويس. مشكلتنا لما الولد في سن زي دي 4 سنوات او 5 سنوات ويكون من السهل تقلع لعبته او من السهل تاخذ منه حاجته، معناه الوعي بتاع الولد ده اصلا خامل، معناه لسه ما يرتقي هذا الوعي. يعني حتى الوعي التسلطي ده او التملكي ده هو وعي، نعم هو ده درجه من درجات الوعي. بعدين بيرتقي بعدها الوعي المذهبي، وده بيجينا فترة المراهقة، بيكون عايزين نتمذهب، دارين أي فكرة سياسية، فكرة علمية ننتمي لها. عشان كده في مرحلة الثانوي العام والثانوي العالي لو تتذكري كان أغلب انتماءاتنا للجماعات الفكرية والسياسية بتكون هنا، ويتم استغلالنا في الفترات. صحيح. دي لأن إحنا بنكون وعينا ما ناضي. قال بعد ذلك يجيك الوعي الإيثاري اللي هو وعي المجتمعي. أنا بعدها أدخل في سميجي وعي التركواز اللي هو ده آخر لون عنده، اللي هو ده وعي الإنسان الأناس الربانيين أو المستنيرين. جا هوكنز برضو بعده عمل 17 مستوى للوعي. يبدأ من أدنى مستوى اللي هو مستوى العار والأسى والحزن، المستوى دي قال دي مستوى الانتحار. وقال هنا الإنسان يعيش دور الضحية. أيوة. يعيش as a victim. وقال دي أخطر المستويات لأنه الإنسان ده الانتحار ما بعيد منه. قال بعد ذلك يجي للشهوة والغضب والكبرياء، قال دي مستويات يتحول إلى معتدي. إذن يعني حتى حياتنا في الدراما زي ستيفن كارمين ما قال في مسلسل الدراما، فإذا كنا في مستويات متدنة من الوعي بنعيش دور الضحية، وإذا كنا في مستويات أعلى شوية بنعيش دور المعتدي. أما إذا وصلنا لمستويات السلام، ناس المحبة والتنوير والسلام والحكمة، قال هنا يأتي الإشعاع الكامل. يبدأ الإنسان ده يبقى إنسان مستنير، ووعيه يعادل وعي أكثر من ملايين في المستويات الأدنى. عشان كده ممكن تلقي أمة تتبع رجل أو تتبع امرأة، ليه؟ لأنه وعيه ارتقى إلى درجة أن الأمة كلها تتبعه. زي بول كاغامي في رواندا، زي نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، زي مهاتير محمد في ماليزيا. ديل وناس عملوا شنو يعني؟ زي مهاتما غاندي في الهند. هؤلاء الناس وصلوا مرحلة من الوعي حتى أن الأمة كلها تبعتهم. صحيح. دي مرحلة الاستنارة اسمها عند هاوكنز. يعني الوعي ذاته مستويات. يلا في ناس ما عارفين خطورة المواضيع دي. يعني خلينا ناخذ تطبيق بسيط يا استاذ رواء. طيب. لو امرأة في مستوى الحكمة والحب معناها إنسانة كريمة. طيب. تزوجت رجل في مستوى العار والغضب معناها الضحية والاستسلام. أيوة معناها الطلاق. ليه؟ لأنه دي دار تكريم أهلها ودار تكريم أبنائها وأمومتها وعايز تكريم ولد أهلها. لكن ده ما بيفسر الكلام ده يا كرم ولا حكمة. ده بيفسره انفتاح غير منضبط، لأنه هو إنسان بخيل، لأنه البخل مرتبط بالمستويات المتدنية من الوعي. فتفسيره لتصرفات زوجته حتكون المرأة دي غير منضبطة، مع أن المرأة دي كريمة جدا وأصيلة ومتدينة حتى أحسن منه. لكن لأنه هو في مستويات متدنية من الوعي ما بيقدر يفهم. تلقى الطلاق حصل وهم ما فاهمين حصل الطلاق ليه. أو مثلا الرجل في مستويات الحكمة والكرم بيخدم أهله بيكرم أهله، وهي في مستوى العار أو الأسى أو الكبرياء أو الشهوة أو الغضب. فبتفسر إكرامه لأهله إنه ما وعي مبذر، على إنه مبذر، على إنه إنسان ما واعي وعلى إنه إنسان مبذر وكذا. يبقى بصراحة في طلاقات كثيرة سبب الموضوع ده والناس ما عارفة. معناها ده يعني الكلام ده بودنا لحاجة مهمة جدا، إنه فكرة الوعي دي اللي الناس ما قادرة تتقبلها أو شايفين إن هي حاجة جديدة علينا وما حاجة من زمان، وإحنا من زمان ما عايشين بمفاهيم مختلفة. يعني موضوع الوعي ده جانا جديد يعني، لكن معناه هو بيلعب دور أساسي حتى في استقرار حياتنا الاجتماعية، وحتى في شكل تربيتنا لأولادنا وفي شكل معرفتنا لنفسنا ذاتها بشكل أو بآخر. اكيد طبعا يا سيدي رواء، هو في ناس حتى بيستخدموه في العلاج. بدا من سيغال وويليامز وانجيلو سكوديرو ومسارو ايموتو، وصلوا لحد العلاج بالتفكير. الان انت بتسمعي بالحياه بتاعت الولاده من غير الم، العمليات من غير بنج. ولما حصلت الحاجه دي الناس استنكروا الموضوع وحصل هجوم كبير جدا. هجوم كبير على يعني الناس الطبيبه اللي كانت عايز تعمل حياه طيبه ومتميزه جدا. ومن تلاميذنا في المركز وانا بفتخر بها جدا استاذه شروق او دكتوره شروق،
فلا ما في كلام زي كده، ده شيء علمي ومثبت في مؤتمر الألم في سياتل في 1984، مثبت في مؤتمرات في بريطانيا. والآن من 2014 ما عاد حد يناقش، حتى الأطباء، حتى اللي أنتجوا العلم ده اللي هو العلاج بالتفكير وجزء من علوم الوعي اللي هم أنجيل إسكوديرو وماسارو إيموتو، ديل جراحين كبار، جراحين كبار يعني أطباء جراحين، وهي نفسها أخصائية نساء ولادة. أيوة اللي دعت للكلام ده. فهي جابت الكلام ده من كتب علمية حقيقية وجابته من علوم متقدمة، والعالم الآن ما عاد يناقش إنه الكلام ده علم ولا ما علم، لأنه أثبت في مؤتمرات علمية أمام عدد من الأطباء. العالم الآن بيجي يتكلم عن العلاج بالوعي الـ MBCT، وبيقى الـ MBCT حاجة مهمة شديد، وبيقوا يعالجوا به أمراض يعني ما مستعصية على العلاج، العلاج الكيميائي والعلاج الطبي والعلاج بالعقاقير. والاطباء نفسهم بدوا يستخدموا هذه العلوم. احنا لما نعمل دوره صناعه الوعي، وهي دوره حصريه موجوده في مركزنا في الكاس السوريه، تدي كل العلوم المهتمين بها، العلماء دي الناس ديباك شوبرا وايندير روبن شارما نيكولاس ريني غارسيا وكل العلماء بتوع الوعي، فاديم زيلاند، الناس دي اللي اجتهدوا ربطوا ما بين الفيزياء الكوانتيه وما بين التنميه الذاتيه. فالكلام ده موجود، لكن انا بقول انه في ضوابط صح، لابد ان ياخذ هذا العلم من انسان عنده اثاره في علم الشريعه. ليه؟ عشان العلم ده اختلط بكثير من العقائد البوذيه والعقائد المهتريه والعقائد ما صحيحه. أيوة أيوة. فلازم ياخذوه الناس من منبع صافي، يقوم ينقي المسائل دي ويقوم يديها للناس نقيه ما في اي نوع من الشوائب المرتبطه بالكلام ده. لكن احنا كمجتمع يعني ما بنتقبل الحاجة الجديدة زي ما أنت قلت بسهولة جدا. أيوة. والدليل على كده حسة كان موضوع دكتورة شروق دي، كان في موضوع يعني الولادة من غير ألم والهجوم اللي كان لاقيته. أيوة. لكن كيف نقدر نطبق الوعي وإحنا حسة حاليا في الظروف دي بنلقى إنه منصات التواصل الاجتماعي هي أصبحت تشكل وعي غير صحيح في كثير جدا من المواضيع والمفاهيم. يعني والله واحدة من أكبر مشكلاتنا هو خضوعنا للسوشيال ميديا ذات، هو ذات السوشيال ميديا دي الاستماع لها نوع من نقص الوعي. وطبعا احنا بنقول انه الاعلام كله مبرمج زيه وزي المبرمجات الاخرى، الوالدين، الاسره، المجتمع. فالمبرمج ده لو ما تعاملنا معه بوعي، لو بقينا نحن نعمل استقبال لكل ما ياتي من هذا المبرمج، نحن في خطر عظيم. الان معظم الشائعات بتطلع من السوشيال ميديا، معظم الاشياء السيئه بتطلع من السوشيال ميديا، معظم الحملات زي الحمله الاخيره اللي انا بسميها انه حمله مش ليست راشده وبس، قد تصل لمرحله من الغباء المجتمعي زي بتاعه امسك صوتك وما تمسك. أيوة. صوتك. نشر وعي زي ده يدمر المجتمع. يعني شنو انا امسك صوت واضرب انسانه ماشيه في الشارع؟ منو اللي اداني الحق اصلا لحاجه زي دي؟ وهل انا امتلكت القانون بيدي؟ ده من حملات نقص الوعي برضه. يلا احنا الحاجات دي عندها اثر خطير جدا على المجتمع. ان تبيح التعدي بين افراد المجتمع، ان تلغي دور الاجهزه الامنيه والاجهزه الشرطيه والاجهزه المسؤوله من الامن، ده كله اشياء تؤثر على مجتمعنا. عشان كده انا بقول انه نقص الوعي مشكله كبيره. الدول اللي اتفرتقت واللي حصل بينها عنف وحصل بينها دماء وإراقة دماء بدت باشياء زي كده، اشياء بسيطه دي بيسميها جريفز في الوعي الفيميم. ففي ميم العنف او في ميم العنصريه بينتج من ميمات في الوعي. فدائما احنا مثلا لو بدنا نفكك في ميم العنصريه حسب كلام جريفز في الوعي، لازم نمسك ميمات وجات من وين؟ جات من عدم تزاوج القبائل، جات من الافتخار باللون، الافتخار بالعرق، الافتخار بالجنس. يبقى احنا لو عايزين نحارب المساله دي في السودان نعمل شنو؟ نرجع لميماتها في المدارس، في المجتمعات ونلغيها من هناك، ونجيب التزاوج بين القبائل، ونجيب ونعمل تشريعات اي زول يفتخر بلونه ويحتقر لون ثاني يتعاقب، يمشي المحكمه وياخذ حكم. عشان تاني ما في زول يقول كلمه عنصريه في المجتمع. أيوة. يلا الميمات دي احنا لما نسيطر عليها نعمل لها كنترول. الكلام ده طبق في جنوب افريقيا، طبق نموذج جريفز للوعي، هو اللي ساعد جنوب افريقيا على العبور. وعبرت الى دوله الان امنه، اتلغت العنصريه فيها بتطبيق نموذج جريفز. الكلام ده ممكن تلقيه وانسيرش اباوت. يعني النموذج اللي ساعد جنوب افريقيا انها تبقى دوله امنه وتلغي العنصريه هو نموذج جريفز، واحد من نماذج الوعي المتقدمه. والان نجح مع بول كاغامي في رواندا برضه بين الهوتو والتوتسي، كانت دماء. الرجل ده عمل 100 خطاب ل 100 يوم وعي، كان على المسامحه بس، الفورجيفنس، عشان يسامحوا بعض. شوفي الان رواندا الاكثر صحيح. دوله افريقيه ناميه. صحيح. يعني حاجات دي مثبته علميا. احنا المفروض بدل ما نقعد نتصارع ان صح ولا ما صح، المفروض نبدا من حسنتها الناس. نعم. صحيح. يعني عشان اصل لمرحله وعي، يعني هل مثلا في تطبيقات معينه، وهل الوعي ده عشان يتكون مثلا احنا بنسمع انه انت اذا عايز تكتسب عاده جديده بتطبق مفهوم معين لمده 21 يوم، هل الوعي بنفس الفهم؟ لا، الوعي تطبيقاته كثيره جدا وقواعد وشاننا ابنيه كثيره جدا جدا. احنا الدوره مثلا بنديها في اكثر من 6 ايام لاكثر من 30 ساعه. فهي كلها مجموعه كده، انا عايز اوصل انسان لانسان راشد. طيب. يكون وصل لمرحله من السلام الداخلي. فلما نقول الوعي هو عمليه انسجام مع الكون، مع الناموس الكوني، انسجام مع العبوديه، مع الخالق تبارك وتعالى. وعي في جانب روحي وجانب مادي. والكلام ده احتياج انساني. هرم ماسلو نفسه تكلم عن احتياجاتنا الماديه واحتياجاتنا الروحيه. يلا الانسان الواعي قادر يغطي احتياجاته الماديه ويغطي احتياجاته النفسيه، وبالتالي عايش سلام داخلي عالي جدا يقود الى سلامه الخارجي.
نحن في علوم الوعي بنقول طبعا الوعي ذاته كعلوم هو طرق بناء استراتيجيات السلام الداخلي او الانر بيس. فالبحث عن الانر بيس دي مساله تحتاج الى تطبيقات نفسيه معقده. في ناس بيفتكروا الحياه دي حاجه بسيطه، لكن من تطبيقات الوعي المديتيشن اللي هو التامل. أيوة. وكيف انك تعمل تامل بطريقه رائعه وطريقه صحيحه وما في اي مخالفات. حتى بنتكلم عن المخالفات الشرعيه اللي بتتبع الحاجات دي لازم ننقيها. كيف انه انا ارتقي بوعيي الى درجه التفكير العميق؟ في ناس حتى التفكير التحليلي ما عندهم، فاحنا عايزين لا في الوعي نصل من التفكير التحليلي للتفكير الاستراتيجي للتفكير الشامل الكومبرهنسيف للتفكير العميق اللي هو الديب ثينكينج. لانه الديب ثينكينج بيخليني انا اخش جواي. احنا مشكلتنا كلنا قاعدين برا، ما في زول قادر يخش جواه، لكن ما دايرين. النفس البشريه دي معقده، في تفكير مشاعر سلوك. كلنا بنتكلم عن السلوك، ما في زول بيتكلم عن التفكير والمشاعر، في حين السلوك ده مخرج اصلا يا رؤى. يعني المساله بتاعت السلوك يعني شكيف السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي يا اخواننا السايكولوجيست بيبدوا العلاج من جوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد، والقران يقول ام لهم قلوب لا يعقلون بها. كيف للقلب ان يعقل؟ لانه في عقل باطن هنا احنا ما فاهمينه ولا فاهمين قدراته. الان العالم بيعالج الامراض كلها بالعقل الباطن والفور بتاع السب كونشس مايند. صحيح. فنحن بعيدين تماما عن العلوم دي، بس مستعدين نهاجم الزول اللي بيدعو لها ومستعدين نهاجم الزول اللي بينادي بها، مع انه العالم مشى فيها مراحل متقدمه خالص في قدرات العقل الواعي وقدرات العقل اللاواعي، وكيف انه ربنا وهبنا كل الحكم دي، وكيف انه ربنا وهبنا مصانع داخليه نحن ما فاهمين عنها اي حاجه. صحيح. لكن كيف انه الفرد البسيط ممكن يشعر الوعي في ظل انه الشخص بيقوم يعني بيحب فكره انه هو مستسلم وفكره الضحيه ودور الضحيه، هو ما داير يفكر حتى، يعني مستسلم جدا وعاجباه الكومفورتبل زون دي كده ومستسلم لها تماما وقاعد فيها. واحده من مهامنا نحن في الوعي انه نطلع الناس من الكومفورت زون دي. لانه الكومفورت زون دي واحده من اكبر المشكلات اللي ممكن يعانوا منها، انهم بقاوا في منطقه الراحه. ونحن بنقول منطقه الراحه هي دائره الفاشلين او اللوزر سيركل. ليه؟ لانه منطقه الروتين. ما انا بحافظ على الراحه ليه؟ لانه انا خايف، لانه انا ما رايد اعمال، لانه انا خواف ما بقدر اطلع من منطقه الراحه. بيجي كوتش الوعي ده يقوم يساعدني على الخروج من منطقه الراحه، بزرع الراحه، بزرع الثقه، بتثبيت بالتوكيدات. بعدين انا بقوم بطلع لمنطقه التقدم. لما يجي التقدم يجي نفس كوتش الوعي ده يدعمني نفسيا ويدعمني اداريا ويدعمني منهجيا ويدعمني مهاريا. بعد ذاك انا بزيد منطقه خطيره جدا اسمها منطقه الخوف. اقوم امر بتجربه فاشله، اقوم امر بخطا، امر بفشل، بقوم بفتكر انه دي المحطه الاخيره. هنا ياتي الدعم الحقيقي من الكوتش بتاع الوعي، انه يوريني الفشل ده ما هي اول محطه النجاح، وانه عادي الانسان ممكن يخطا بس ما يستسلم للفشل. وبعد ذاك يدعمني حتى اصل الى فضاء الاحتمالات زي ما قال فاديم زيلاند. فاديم زيلاند في الترانسيرفينج يقول انه فضاء الاحتمالات هو قدرنا اللي ربنا جعل لنا فيه كل الاحتمالات، ونحن من نختار، ونحن مخيرون في ذلك. صحيح. احنا ما عندنا مقدر انه نغير التايم لاين، زبزبات التايم لاين المعني، ولكن عندنا مقدر انه نغير التايم لاين كله. قال ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل النار حتى يسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه، صح ولا لا؟ صحيح. يعني انا ممكن اغير التايم لاين كامل. يلا الوعي هو قدرتك على تغيير التايم لاين. شنو الطريق الخطا اللي انت ماشي فيه؟ تقوم تغيره بوعي. شنو الزبزبه الخاطئه اللي انت مكتسبها؟ تقوم تغيرها بوعي. وده روعه في الاداء. لازم تبذل انت جهدك. والذين جاهدوا فينا قال لنا هدينهم سبلنا. ناس عندهم وعي، عندهم تفكير، عندهم عقل يقودهم من طريق الى طريق. ثم تاتي المعيه الربانيه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. العلوم دي ما هي بسيطه، ولكن عدم اهتمامنا بها هو ادى الى تدهور مجتمعاتنا. الغربيين دي المحسن مننا في حاجه، ولكنهم وعوا فتعاملوا. نحن بنتعامل من غير وعي. للاسف الشديد لابد ان كلنا نرتقي في موضوع الوعي، فنصل الى مجتمع سلامي ومجتمع رائع ومتحاب وعنده مستوى الفورجيفنس عالي عشان نقدر نتقبل بعضنا البعض. في بعض التصرفات اللي ممكن الناس بتكون بتتعامل بها تفسيرها هو دائما غلط. يعني مثلا اذا انت ليله ماشي في الشارع في صار اخطاء في حقك، انت بوعيك بتفتكر انت لو ما اخذت حقك قوه وعنفوانا او بصوت عالي انه انت كده معناها زول ضعيف. في حين انه هو الوعي الحقيقي انك انت تقدر تتعامل مع الموقف ده بكل سلام. يلا احنا في دوره الوعي عندنا مشكله في الحياه دي بنناقشها اسمها تصفيف القيم. مشكله الزول اللي بياخذ حقه بيده شنو القيم عنده ما مصففه. فلما يعرف قيمه اول حاجه ويسميها ويعرفها يا رؤى وبعدين يصففها، بيعرف انه الحلم اكثر من الشجاعه، وبالتالي العفو افضل من اقتلاع الحقوق. صحيح. فبالتالي فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني احنا في الدوره بنعلمهم كيف يعملوا القيم وكيف يصففوها. لما انا اكون انسان عايش بقيم، فبالتالي اذى الناس ما حيكون جزء من قيمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صح ولا لا؟ صح. فهي مشكلتنا مشكله قيم.
القيم دي هي اللي بتنتج المعتقدات، المعتقدات بتنتج المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي بينتج السلوك. شايف المشكله من وين؟ المشكله داخليه مرتبطه بقيمنا ومعتقداتنا. صحيح. فنحن دائما بنحاكم السلوك وبننسى اللي انشا السلوك. حتى اولادنا وبناتنا لما يغلطوا بنقول الولاد ما مؤدبين، بننسى منو اللي ادبهم؟ نحن اللي انتج لهم القيم والمعتقدات. فنحن البلوى، نحن من انتج هذه القيم والمعتقدات في نفس الوقت. نحن كمجتمع، نحن كبيئه، نحن كمدرسه. صحيح. نحن كاباء، وبعدين نجي نحاسبهم. ايوه يعني ما ممكن نعيب زماننا. ايوه، والعيب فينا. وما لزماننا عيب سوانا. انا عايز ارجع لحاجه مهمه، لانه حاسه قوري زمن خلاص اوشك على الانتهاء. قبالك انت قلت من مراتب الوعي اللي هو المذهبي، اللي هو أيوة. تقريبا بيكون في مرحله المراهقه. انه أيوة. الطفل اللي هو ما تكون لسه، هو طفل او شاب، وبيكون طوالي بيلتقط اي مسار بيجيه وبيمشي عليه. أيوة. فكيف نقدر في 3 دقائق كيف نقدر نحاول نصنع الوعي بالذات في المرحلة أو في الفئة العمرية دي؟ أنا هي مرحلة خطرة جدا، يعني يا من خلال الشاب طلع متزن، أيام ما طلع كمان لطريق آخر. صحيح طبعا، دي مسائل خطرة جدا. أول حاجة طبعا من مسائل الوعي إنه نلتزم بزمن السودانية 24. يديك العافية. يديك العافية. طيب، هو المشكلة وين؟ إنه بيتم استغلال الشباب دائما في المرحلة دي، لأنه المرحلة دي شباب يكون شيفترز. شيفترز يعني شفاتة. أيوه. طبعا بفكر كلمة شفاتة دي كلمة سالبة أو كلمة رندوق سوداني يعني. لا، ده علم عريق جدا في اليونانية القديمة. اسمه علم البارادايم وعلم البارادايم. فهنا بيتم استغلال الشاب استغلال سيء جدا جدا، إنه بيكون هدف ضمن أهداف الآخرين أو بيكون وقود لخطط الآخرين. فهنا الشاب نحن لازم أولادنا نوعيهم ونفهمهم إنه يكونوا قادرين يوطنوا أنفسهم. وده وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يسيء، ولكن وطنوا أنفسكم. يلا، التوطين ده بيجي بحكمة، والحكمة بتجي من الوالدين. فنفهم الولد إنه ما كل حاجة بيعملوها الناس الكبار صح، وما كل حاجة بتقولها الناس الكبار صح. لازم هو يكون واعي ويكون فاهم كيف إنه يختار خياراته السياسية أو الفكرية أو المذهبية. لأن إحنا بنعاني الآن من مفرطين ومفرطين. عندنا متطرفين في المجتمع وعندنا ناس مضيعين. صحيح. احنا عايزين شاب متزن، عايزين شابه متزنه، عشان كده لازم نوعيه بالحاجه دي. هل في تطبيق بسيط جدا ممكن الشخص يعمله براه، ولا لا موضوع الوعي ده محتاج الشخص مدرك تماما عشان يوصلك مرحله معينه عشان بعدين تبدا تطبق براك؟ لا، في تطبيقات كثير ممكن الزول يعمله براه، يعني نذكر منها مثلا ممكن حسن اديهم التامل مثلا. التامل حاجه كده حلوه شديد. انت لما تقوم الصباح وانت ذهنك صافي او قبل ما تنام، لو عملت عمليه بتاعت استرخاء كامل وعملية الدخول اللي جواك ومعالجة عيوبك، معالجة مشكلاتك، النقاش مع نفسك، حتى النقاش مع أعضائك، أنت بتصل مرحلة كده في قوة الأداء، في قوة العقل الباطن، لأنه يعني تعالج نفسك بنفسك. عمر بن الخطاب عنده وصية جميلة يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لو عندك جلسة كده مع نفسك كل يوم مع تنفس صحيح 4-4-8، ونحن ما بنعرف نتنفس بصورة صحيحة. لما انت عارف تتنفس بصورة صحيحة بتلقى إنه كل الضغوط اللي فيك بيحصل لها ريليزنج. رأيك شو أستاذ عمر نعمل لهم تنفس صحيح؟ أيوة طبعا ممكن نعمل تنفس صحيح. طيب، يعني التنفس الصحيح عندنا احنا مثلا بتسحب بالانف، بالانف فقط 4-4-8 يعني كده 4 ثواني، وبعدين تكتم جواك 4 ثواني. ليه؟ عشان الهواء يتوزع في الدماغ ويوازن الدم. وبعدك تطلع بالفم باضيق طريق وتطلع لمسافه طويله عشان كل الهواء الفاسد يطلع. يعني انت بتطلع بالفم باضيق طريق، يعني ضيق كده الشفتين وطلع باضيق طريق يعني كده. يلا، في الطلوع يكون 8 ثواني عشان تضمن انه الهواء الفاسد اللي في البطن والصدر كله يطلع. عارف لو عملت لي 5 تنفسات زي دي قبل ما تنام تكون عملت ريليز لكل الضغوط. ولو عملتها عندما تصحو مع شويه حوار مع الذات، هتلقى نفسك انت يوميا بتعمل معالجات غير عاديه لدواخلك. ده تمرين بسيط بحد من تمارين الوعي اللي بيساعدني، اللي هو التنفس الصحيح، انه انا اعمل ريليز للضغوط. وكل ما تكون متوتر لو عملت التنفس ده بطريقه صحيحه فايز مشكلاتك. اعمل التنفس 4-4-8 ما ننسى 4 ثواني سحب بالانف، والثمانية ديك طلوع بالفم بس. وطبعا بعدك ممكن تسحب بجانب واحد من الانف برضه وجانب ثاني من الانف، وده بيقوي برضه جوانب المخ اللي هو الفص اليمين والفص اليسار للمخ. فدي طريقه تنفس مهمه جدا لازم نعملها يوميا. جميل جدا. انا والله ما كان نفسي انه الزمن ينتهي، لان الموضوع مهم جدا، لكن احنا محكومين بزمن البرنامج. شكرا لك كثير جدا استاذ عمر، استشاري انظمه الجوده والتطوير الاداري. شكرا جدا لوجودك، وايضا لمحاوله صناعه وعي جماعي لنا ولكل الناس اللي بيتابعونا. شكرا جزيلا. الله يكرمك يا سوره، وده واجبنا بالشراكه مع السودانيه 24 الدائمه في مركز سوريا انه نوصل الفكره دائما للناس. تحيه لكم، وسعيدين جدا بانكم دائما صوت المدربين للمجتمع السوداني.